بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، موضوع اليوم سوف يكون حول استخدام المبيدات، سواء المبيدات الزراعية والحشرات أو مبيدات الحشرات. طبعا هذا الفيديو خاص خصوصا وأكثر شيء باليمنيين، كوننا بلد زراعي أولا، ثانيا كوننا عدم ملتزمين باستخدام أدوات الحماية الشخصية والمجتمعية وأدوات السلامة والوقاية. كلنا كمزارعين يستخدمون هذه المبيدات وهذه المواد السامة بطريقة غير صحيحة، وكذلك لا يلتزمون بالمعايير الدولية أو بالمعايير التي تنطبق على هذا السم أو على هذا المبيد. طبعا في الفترة الأخيرة كثر من استخدام هذه المبيدات بسبب زراعة شجرة القات وأيضا الخضروات والفواكه، فكل الخضروات والفواكه التي تنتج في اليمن نلجأ إلى استخدام مبيدات وأسمدة ومواد كيميائية. بدأت هذه الأسمدة تؤثر إما على الأرض وتؤثر أيضا كذلك على الأشخاص، وأيضا تؤثر على الأجيال التي تولد حديثا. من أهم هذه المشاكل التي تحصل بسبب عدم التزامنا باستخدام هذه المبيدات بشكل صحيح، أولا حصول الالتهابات الجلدية والطفح الجلدي، ظهور الأكزيما، أيضا الصدفية المستعصية، كذلك أيضا ظهور السرطانات والأورام بشكل كبير جدا سواء على الكبار، وأيضا حاليا بدأت تظهر بشكل مخيف على الأطفال. أيضا في الآونة الأخيرة بدأت تظهر حتى الأورام على الأطفال، فلدينا أطفال أقل من سنة أعمارهم، يعني لدينا أطفال أيضا أعمارهم 40 يوم وتظهر عليهم أورام سرطانية. السبب هو استخدامنا لهذه المبيدات التي تعمل على تدمير الحمض النووي، سواء كان قبل التلقيح أو أثناء التلقيح للبويضة. فهذه المواد سامة وخطرة، تعمل حتى طفرات جينية ووراثية للمستقبل لا ندري عواقبها. لذلك اليوم أنا هنا أريد أن أحذر من استخدام هذه المواد، وإذا كان هناك ضرورة لاستخدامها أولا يجب أن نستخدم البدائل الطبيعية مثل الأتربة، استخدام أيضا المواد الأعشاب أو غيرها من المواد التي كان يستخدمها آباءنا. إذا كان ولم بد وكان من الضروري استخدام هذه المواد يجب أن نلتزم أولا بالمقادير السليمة، ثانيا أن نستخدم أدوات الحماية الشخصية، ثالثا أن نقوم بالرش في أوقات مناسبة لا يكون هناك هواء أو رياح، كذلك أن يكون في أوقات غير حارة جدا، يعني أن لا تصبر إلى وقت الذروة في وقت الظهيرة، وإنما يكون في الصباح الباكر أو يكون الأفضل هو عند غروب الشمس، هذه هي أفضل الأوقات. ثالثا أو أخيرا وأهم شيء والتي ينعدم فيها الضمير هو أن لا تقطف الثمار قبل أن تمر فترة السماح. ما هي فترة السماح؟ طبعا أقل فترة سماح لأقل مبيد حشري أو مبيد أو السموم هي 14 يوم، هذا أقل واحد، ونحن لدينا من يقوم بقطف الثمار أو بقطف القات أو الخضروات بعد مرور 3 أيام من الرش، وبعد يومين من الرش، وبعد أسبوع من الرش. عليك أن تقرأ التعليمات جيدا التي على العلبة وتقوم بتنفيذها بحذافيرها أو تنفيذها بالطريقة الصحيحة، ما لم فإنك سوف تؤثر على المجتمع وتؤثر علينا جميعا، وإذا لم نتأثر نحن اليوم سوف تتأثر أجيالنا من بعدنا. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم الدوام الصحة والسلامة، ولكم مني جزيل الشكر. دكتور مجاهد الجوفي. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا وفعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.